الديفو اللي كنا كنديرو اننا فاش كناكلوه كنرميو القشور ديالو في النفايات. ما تخافش من الدلح، ما تقوليليش البشره ديالي حساسه غادي يضرني الدلح ولا غادير لي ديال الاسمرار تحت الابطين بين الفخذين ديال العنق ديال الوجه. هذه هي الفرصه، عينين، هذه خاصه بالعينين كيف ما قلت لكم. نتمنى تكونوا ديما نشطين وديما 5-5 وديما اون فورم. هكا نبغيكم وهكا ديما 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 نشوفكم. واسمحوا لي اليوم عطلت عليكم شويه الفيديو، تهرست ليا الحامل ديال التليفون باش كنسجل لكم، تهرس ليا الحامل ان شاء الله، الله يجيب شي رزق ان شاء الله باش نشري شي وحده اللي مزيانه وتكون الجوده ديالها عاليه. راه هذه الثانيه اللي تتهرس ليا ماشي مشكل. اليوم جبت لكم واحد الوصفه يا سيادي، واحد الوصفه غترحموني عليها وغادي تعجبكم كيف ما انا عجبتني وبزايد بزايد بزايد. هاد الوصفه هذه البنات غادي نحتاجوا فيها البطيخ الاحمر او الدلع، فيها البطيخ ترارارا. هاد البطيخ هذا لانه دابا لوقيته ديالو، لانه كاينين البلايص اللي تيقولوا له البطيخ الاحمر وبالنسبه للمغرب تيقولوا له الدلاح، وكاين المنطقه اللي انا فيها حاليا ساكنه تيقولوا له الدلاع بالعاء في الاخير. هاد اللح البنات اللي حنايا الديفو اللي كنا كنديرو اننا فاش كناكلوه كنرميو القشور ديالو في النفايات، وهاد القشور البنات راه كنز. هاد القشور هذا او الدلاح بصفه عامه. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي نتمنى منكم حبايبي العزاز ما تبخلوش عليا بلايك لايك 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 الفيديو، وكذلك هبطوا لواحد الزر بالاحمر ضغطوا عليه وفعلوا الجرس، ضروري فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم وصفات، جوج ديال الوصفات رائعين جدا للاسمرار. الناس اللي عندهم العنق ديالهم سمر والاسمرار ما كيبغيش يتحيد لانه كيكون متعرض للشمس وبالاخص في هذه الوقيته هذه اللي الحال ولا كيسخن، وكذلك الوجه ديالو اللي تيكون يعني البشره ديالو من هنا او من هنا او من هنايا كتكون يعني بالنسبه لي انا في يامات ديال الشمس الشمس فين كتلصق فيا هنايا في هذه المنطقه، اما هنايا واخا ما ندير لا اكرون لا حتى شي حاجه ما كنتعرضش ليها الشمس، يعني انا يصلح ليا لهاد المنطقه هذه ديال الاسمرار. وكذلك الاسمرار اللي تيكون بين الفخذين، وكذلك الاسمرار اللي تيكون تحت الابطين، وكذلك الاسمرار اللي تيكون عندنا في العنق. يلا نبداو على بركه الله ما نطولش عليكم المقدمه. وكيف ما قلت لكم حبابي العزاز هاد الوصفه هذه البنات رائعه جدا، والوصفه لكم بقاو معايا البنات ان شاء الله حتى الاخر الفيديو، وركزوا معايا ما تخليو حتى يعني ثانيه او دقيقه تفوتكم، لانه ان شاء الله هذا الفيديو هذا كامل عمر معلومات، وهذه المعلومات غادي تفيدكم بزاف بزاف وبزاف ديال الناس اللي كنلقاهم في التعاليق حاطين ليا وباغيين وصفات ديال الاسمرار تحت الابطين بين الفخذين ديال العنق ديال الوجه. هذه هي الفرصه، يلا نبداو على بركه الله حبابي. هاد الوصفه او هاد الدلاح دابا غادي نجيو اول حاجه اللي بحثت عليها وقلبت عليها المكونات اللي كاينين او علاش تحتوي هاد القشور ديال الدلاح او البطيخ الاحمر او بصفه عامه الدلاح. كيحتوي على 75% ديال الماء، والماء الدور ديالو شنو كيدير؟ هو كيخلي لنا البشره ديالنا او الجسم ديالنا بصفه عامه رطب، ما كيبقاش ناشف وما تيبقاش جاف. فاش ما كتكونش البشره جافه او ما كتكونش البشره ناشفه شنو المعنى ديالها؟ هي كنبقاو دائما شباب، يعني كيتحيدوا لنا التجاعيد، ما كيبقاوش لنا التجاعيد، وكتكون البشره ديالنا ديما عاطيه النضاره وديما كتشوفوها في واحد اللمعان. هذا المكون الاساسي اللي كاين في هذا البطيخ.
كذلك البنات كيحتوي على واحد الماده اللي ما بغاتش تحفظ ليا ولكن قريت عليها وبحثت لكم عليها، سميتها اللايكوبين، وكذلك الفيتامين ا والفيتامين سي. وهاد الفيتامينات البنات وهاد اللايكوبين كيحيد التجاعيد وكيحل تخلي الوجه يعني كيتجنب الشيخوخه. يعني البنات دابا انا هنايا كنشرح لكم كاين شي نوع ديال التيك لا كطولي، انا كنطول باش نشرح لكم ماشي كنطول غير هكا. البنات فهمتوني، كيحيد لينا الشيخوخه من الجسم، ديما كتكون الجسم الجلده ديالنا كتكون مجبده والوجه ديالنا تيكون مجبد وما تيكونوش عندنا التجاعيد وما كتكون عندنا حتى شي حاجه، وديما البشره ديالنا هكا كتكون. اول وصفه اللي هي غادي نحتاجو قشور، هي القشور غادي نحيدو هذا الحمر، هذا انا غنحيدو معاكم هذا الحمر هذا بهذه الطريقه هكايا، وغادي نجيبو وغنجيبو هذا وغنديرو له هكا 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 باش هذاك الماء اللي كاين فيه يخرج صافي. وغادي نجيبو هنايا النشا البنات، النشا خلاص راه معروف اللي الماء زينه، غادي نغطسو فيها هكا بهاد الطريقه هذه، وغنجيو للمناطق ديالنا او البلايص ديالنا اللي فيهم الاسمرار. اي منطقه عندك ما تخافيش من الدلح، ما تقوليليش البشره ديالي حساسه غادي يضرني الدلح ولا غادي ليا شي حاجه صافي. وغادي نجيو للمناطق ديالنا اللي فيها الاسمرار وغنبقاو بهاد التقنيه، غنبقاو ندوزو. ها نتومايا كيف ما شفتو انا غنقرب لكم، شوفوا الماء اللي كيطلق ها هويا، ها هو البنات انا وريتكم غير هنايا، وانتوما ديروا في المناطق اللي عندكم فيها الاسمرار. ها نتوما شفتوا، ها نتوما يا البنات صافي. وغنبقاو ندوزو 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 بهذه الطريقه هذه تقريبا حتى 15 دقيقه، وحنا كندوزو ليها هكا 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 البنات حتى حتى يعني تقريبا هاد الماء هذا ينشف ما يبقاش نهائيا. شفتوا الماء باقي، عاودوا غطسوا فيها نشا وعاودوا سيروا للمناطق الاخرى اللي ها نتوماي هكا صافي. وغنبقاو كذلك صافي، وغادي نجيبو زويف وغادي نمسحو المنطقه ديالنا، ما تغسلوهاش بالماء البنات، من الافضل ما تغسلوهاش بالماء صافي. وغادي نحيدو بحال هكا صافي، ونخليوها هكا نتوما، يعني ما محتاجش نغسلوها بالماء، ها ما خلاتنا حتى شي يعني شي حاجه اللي ضروري خصنا نغسلو بها الماء. هذه البنات الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه هنا البنات من بعد ما طحنت ها نتومايا ها هو هذا الماء ديال البطيخ الاحمر، انا درتو هنايا ها هو. انا غنوريكم جوج ديال الطرق، اما البنات ديروه في هاد البلاصه اللي كنديروا فيها دوك الكلاصيل ديال الثلج وكنديروهم في المجمد، وناخذوا هذوك المكعبات فاش يجمدوا نوليو ناخذوا مكعب اللي كيبغي يعني يسهل عليه الماموريه يكون هادشي عنده واجد ما يخاف لا يخسر لا حتى شي حاجه. نهزوا هذاك يعني ديك القطعه ديال الثلج ديال البطيخ وندوزوها على البشره ديالنا من الليل حتى الليل. هاد الطريقه هذه خاصه بالبشره ديالنا، لانه فاش كندوزو هذاك المجمد منه كيخلي لنا البشره هادئه وكيخليها مرتاحه، وفي نفس الوقت كيحيد لنا وكيحمي لنا وكيتجنب من التجاعيد اهم حاجه، وكيحيد لنا داك اللون اللي كتكون مثلا شحال ديال الناس تيقولك ان البشره ديالي شاحبه ما فيهاش اللون ما فيهاش الحيويه. هذا هو الحاجه اللي ان شاء الله غتلقاي عليها نتيجه، وراكم عارفين اني انا ما نجيبش لكم شي حاجه اللي يعني مضبوطه وشي حاجه اللي ماشي موثوق بها. كذلك البنات هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غادي نجيبو هاد الماء اللي بقى لينا ها نتومايا، يعني اليوم ان شاء الله غادي نبرعكم مواصفات غير ديال البطيخ او الدلاح. غادي نجيبو هادو ديالنا، هادو باش كديماكيو باش كنمسحو المكياج ديالنا بحال هكا بحال هاد الطريقه هادي ها نتومايا، وغادي ندخلوهم هنايا ها نتوما هكا
ونخليوه شويه يتعصر. ها نتوما عين نعصرهم شويه باش ما يشدوش لينا الماء بزاف. غادي نحطوهم فاش نبغيو نكونوا مثلا هي متكين بحال هكا، غنحطوهم نسدو علينا ونحطوهم على عينينا من التحت. بالنسبه للناس اللي عندهم تحت العين داك السواد، داك السواد اللي تيكون يا اما من قله النوم يا اما من التعب يا اما من الخدمه يا اما من الارهاق يا اما من الاعصاب، يعني حتى الانسان فاش كيكون معصب هذاك الشيء اللي تيكون عندك لداخل تيخرج لك على وجهك، تيبان لك على وجهك. كنتي معصبه تيبان لك على وجهك، كنتي مستريسيه تيكلشي كيطلع لك على وجهك، كنتي ما نعساش مزيان التعب كلشي كيبان لك على وجهك. ضروري تهلاو لي فراسكم وديما ديما 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 البشره ديالكم تكون كتشعل. هذا كيف ما قلت لكم هاد التقنيه هذه بالعينين، هذه خاصه بالعينين كيف ما قلت لكم. هادو نتمنى احبابي العزاز الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك، وكذلك بارطاجيوه للناس اللي بغاو يتهلاو لي فراسهم وبغاو يمتعوا ليا البشره ديالهم وديما يكونوا كيشعلوا. وانتظروا مني الفيديو القادم باذن الله. لقيت واحد الوصفه ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديال تبييض الاسنان. هاد الوصفه كتولي السنينات ديالك يشدوا لون موحد ونتيجه جد جد رائعه. انتظروها مني باذن الله، وما تبخلوش على اختكم سناء بلايك. يلا حبيبي العزاز، باي باي باي، الى وصفه قادمه باذن الله.